السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على أدوات التنظيف بالفرنسية أو les outils de nettoyage. Les outils de nettoyage. Les outils هما الأدوات والنتوياج هو التنظيف. Les outils de nettoyage. فلنبدأ على بركة الله. أولا مكنسة هي un balai. Balai, un balai. Fourchette, une brosse, une brosse. Mijrafa, une pelle, une pelle. Delou, un seau. Un seau, un seau. فانتبهوا الصو كنكتبوه ب E A U. Seau, un seau. Savon, un savon, un savon, un savon. وبالنسبة للصابون سائل هو savon liquide. Savon liquide. Savon, sabon, liquide, sa'il. Savon, liquide. Mimsaha, يعني قطعة القماش اللي كنمسحوا بها الغبار وما شابه كتسمى un chiffon. Un chiffon. Un chiffon. فكيف قلنا ممسحة أو قطعة القماش اللي كنستعملوا في التنظيف. منفضة الريش يعني المنفضة اللي كتكون بالريش فهي un plumeau, un plumeau, un plumeau. فأيضا plumeau كنكتبوها e a u, plumeau, un plumeau. Isfanja, une éponge, une éponge. Mikbas المرحاض أعزكم الله. Une ventouse, une ventouse, une ventouse. فهنا كيف غتلاحظوا ventouse S قريناها بZ قلنا ventouse لأنه S جات ما بين دو فوايل. إلا عندي S entre deux voyelles فكنطقوها بZ ventouse, une ventouse. ممسحة مطاطية يعني الأداة اللي كتظهر في الصورة فهي une raclette, une raclette, une raclette. فكنكتبوها بدو تي une raclette. فرشاة المرحاض une brosse de toilette, une brosse de toilette, une brosse de toilette. وعاء الغسيل une cuvette, une cuvette, une cuvette. أيضا cuvette كنكتبوها بدو تي une cuvette. قفازات les gants, les gants, les gants. وبالنسبة للقفاز واحد هو un gant, un gant. فبالنسبة لي غون أو بيان أن غون فكنكتبوها بالتي في آخر الكلمة ولكن لا تنطق لي غون. مسحوق الغسيل بودغ ألافي, بودغ ألافي, بودغ ألافي. فبودغ هو مسحوق. مشبك الغسيل أون بانس ألانج, أون بانس ألانج, une pince à linge. Enfin, quand on dit une pince ou bien épingle, épingle à linge, épingle ou bien pince à linge. Ou à mishbek le rassil. Ou bien c'est pas le mishbek le rassil, yani le jam' de mishbek, fahouma des pinces à linge, des pinces à linge. Sellat le rassil, un panier à linge. Un panier à linge. Fa panier, un panier, il y a celle-là. Un panier.
وممكن نقول ايضا وكتسمى ايضا كوربي الانج، كوربي الانج. فاما كنقولوا باني الانج او كوربي الانج هي سلة الغسيل. فبالنسبة لبيكربونات الصودا فكتستعمل في بزاف الاشياء ومن ضمنها التنظيف. فكنمزجوا بيكربونات الصودا مع الخل او الفينيغر وكنستعملوهم في التنظيف ايضا. دونك بيكربونات الصودا هي بيكربونات دو سود، بيكربونات دو سود، مناديل مطهرة، لانجيت ديزانفيكتانت، لانجيت ديزانفيكتانت. فبالنسبة لهاد لانجيت فكيكون فيهم الكحول او الكحول، فتكونوا مناديل او دي لانجيت معقمة. لانجيت ديزانفيكتانت، لانجيت ديزانفيكتانت يعني مناديل معقمة. مكنسة كهربائية، ان اسبيراتور، ان اسبيراتور، ان اسبيراتور. سلة المهملات او القمامة اعزكم الله، اون بوبيل، اون بوبيل، اون بوبيل. غسالة او غسالة الملابس فهي اون ماشينا لافي، اون ماشينا لافي، اون ماشينا لافي او لاف لانج. كنقولوا ايضا لاف لانج، لاف لانج. ميكويت، ان فير ا روباسي، ان فير ا روباسي. الميكويت هي ان فير ا روباسي. وبالنسبه لطاوله الكي فالميكويت هي ان فير ا روباسي، وبالنسبه لطاوله الكي فهي اون تابل ا روباسي، اون تابل ا روباسي، اون تابل ا روباسي او بيان بلانش ا روباسي. هاي اما كنقولوا طابل ا روباسي او بيان بلانش ا روباسي. خرطوم او انبوب يعني اللي كيظهر في الصوره، فهو ان تويو، ان تويو، ان تويو. غسالة الاواني، ان لاف فيسيل، ان لاف فيسيل، ان لاف فيسيل. بخار، un vaporisateur، vaporisateur، un vaporisateur، un vaporisateur. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. تعرفنا بها على لي زوتي دو نيتواياج او بيان ادوات التنظيف. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه، فما تنساوش تشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلاقاو في الحصة المقبلة ان شاء الله.